النهارده هنتكلم على برنامج فورمت. برنامج فورمت دوت برنامج بيشتغل على الاندرويد وفي منه نسخه اونلاين وبيشتغل على طبعا برنامج ابل. البرنامج ده بيعمل ايه؟ باجي هنا في التابلت وشغل برنامج فورمت ومن برامج اوتوديسك. تمام، دي اشكال كانت موجوده قبل كده كنا اشتغلنا عليها. خلينا نبدا نعمل حاجه جديده نيو. بيجيب لي الشاشه اهيت زي ما انت شايف، ده المسطح. ممكن اقول له انا عايز ارسم مثلا مبنى مكعب اهوت، وابدا اعدل في الشكل زي ما انا عايز، اكبر فيه واصغر زي ما انت شايف بطريقه سهله جدا. تمام، وممكن اكبر من ناحيه واحده ان انا اتك مرتين بحيث احدد الناحيه دي واكبر واصغر. ممكن استعين بان انا ارسم مثلا خط من هنا لهنا مثلا. تمام، وبعد كده لما هاجي احدد، لان انا حدد الجزء اللي تحت بس، والجزء اللي تحت ده هو اللي غير فيه، هتبقى الحاجه بالشكل دوت. تمام، ممكن بعد كده اصغر جزء معين يعني ده، اروح مثلا ايه مصغره كده. تمام اهو، وممكن بعد كده ارسم اي شكل تاني وانسبه ليه زي ما انا عايز. وده زي ما انت شايف، ممكن تكون انت مثلا في اجتماع وعايز تشرح فكره للراجل، فبتلاقي نفسك بسهوله جدا بتقدر تعدل في الشكل، تشوف هو مثلا متخيل الشكل كده ولا عايز يعدل فيه. وممكن ترسم اي اشكال موجوده، اي حاجه تخطر في بالك ترسمها. وفي كمان موضوع الشمس، يعني مثلا عايز تشوف الظل هتبقى عامله ازاي، ممكن الغي الظل خالص او اشغل الظل واجيب مثلا في شهر كام. تمام، والظل هيبقى قد ايه. ممكن اقول له انا عايز اشوف المبنى دوت 3 دي او تاب فيو او فيت موديل. فبتلاقي في حاجات كتيرة جدا، وزي ما انت شايف البرنامج سهل للاستخدام بطريقة مذهلة. ماشي، وممكن اجي هنا ابدا اشوف انا عايز اعمل سناب تو جريد ولا عايز اظبط اليونت فيجوال ستايل. ممكن عندي كذا نوع من فيجوال ستايل، ممكن اقول له مثلا اكستندد لاينز، تحس كده كانها مرسومه بخط الايد. اجي هنا في الفيو هقول له 3 دي، هيتحس انها كانت مرسومه بخط الايد، بالذات الشكل في النص ده واضح فيه اكتر لان شكل الصوره ده مش واضح في الموضوع. فانت شايف زي ما انت شايف اي مبنى انت عايز ترسمه عامل زي السكتش اب، سهل للتحريك وسهل ان انت ترسم اللي انت عايزه وتعدل فيه. تمام، ده بس كان برنامج فورمة ال تي، اتمنى يعجبكم. اخوكم عمر سليم.